البنات أنواع كتير أوي، أشكال وألوان زي ما بنقول، ولكن في أنواع معينة كده هي اللي بتحرك الحجر، مش بس بتحرك أي شاب أو أي رجل ليها. أنا كطبيعتي يعني محمد أبو زيد اجتماعي أوي، وشفت كتير أوي وليا أصدقاء كتير أوي شباب ورجال، والعمر بقى الكبير اللي أنا عشته أيام شبابي، أيام شبابي مريت أنا بحاجات كتير خلاف الدراسة، يعني اقدر ان انا افيدكم في حلقة النهاردة اكتر 4 انواع في البنات جذابة قوي وبتحرك الرجل او الشاب ليها قوي. خلونا نبتدي، وفي النهاية برضو هقول لكم بصراحة كده لان احنا عيلة واحدة، ايه بقى اكتر نوع بيشدني انا وبيحركني، بس في النهاية يلا بينا نبتدي. ارحب باجمل ناس واجمل عيله في الدنيا، وبشكركم جدا على كلامكم الجميل، انا بقرا كل تعليقاتكم، فعشان كده اي حد بيتفرج عليا يكتب اي تعليق ان شاء الله يقول فيه اي حاجه، يعني لان انا بحب ان انا اقرا جدا تعليقات عيلتي. والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه اشترك عشان اشعارات الحلقات بعد كده توصل له. ويلا بينا نبتدي مع اول نوع، الفرفوشه او الدلوعة او الطعمة او اللي دمها خفيف او المجنونة انجاز التعبير او الرغاية او اللي بتتكلم كتير، ما هم بصراحة كلهم يعني اوجه لعملة واحدة. البنوتة اللي هي زي ما احنا بنقول فرفوشة قوي ومصاحبة الدنيا كلها، وبقها ده ما بيتقفلش وابتسامتها ما بتفارقهاش، دي نعمة كبيرة قوي على فكرة، وبتحرك الرجال والنساء ليها كمان، بس النساء لو اتحركوا ليها ممكن يتحركوا ليها غيرة، يعني الرجل غير الأنثى في المواضيع اللي زي دي. بس ده نوع بيشدنا قوي، بس خلي بالك تبقي برضه رغم كل ده بس ليك حدود، عاملة ليميت، عارفة ان في حاجات كده خط احمر لازم عندها، ما تبقيش فرفوشة قوي او دلوعة قوي وتعملي استوب. ده النوع الاول، بينا بقى على النوع التاني واحنا بنتكلم كده، رجاء ندوس لايك لو شايفين الحلقة دي مفيدة توصل لبقية اصدقائنا وشيروا على قد ما تقدروا، وتعالوا بينا نخش على تاني نوع. النوع التاني وربنا يجعل كلامنا يعني خفيف عليهم ومهضوم بالنسبة ليهم، اللي هي التقيلة قوي العقلانية قوي اللي ليها فلسفة وسياسة وبتطلع الكلمة بميزان وبتقول الكلمة بميزان. وعلى فكرة كل واحدة ليها شريحة كبيرة جدا من الشباب والرجال، كل نوع من أنواع البنات دي ليه شريحة معينة كده كبيرة قوي من الرجال والشباب تتشد ليه قوي وتنجذب ليه قوي. النوع التاني زي ما احنا بنقول اللي هي التقيلة اللي عندها اسلوب، اللي لما تتكلم معاها دايما تحس ان انت قاعد في مجلس الامن، ان انت لازم الكلام يكون بحساب وبالدقة وما بتعديش، ودايما فلسفتها يا تقنعني يا هيبقى نهارك اسود، يعني يا تقنعني يقنعك، مفيش هزار. على فكرة رغم صعوبة التعامل مع الشخصية دي ولكن ليها معجبينها قوي، وليها اللي بيهيموا على وجوههم على وجههم يعني بيها او فيها صراحة. يعني ما احنا معانا، احنا قلنا في انواع كتيرة بس احنا جبنا اكتر 4 انواع، وما لناش علاقة احنا مش بنرتب اللي هم كلهم يعني عشان محدش يقول ده الاولى غير التانية غير التالتة، لا احنا بنقول بس هي انواع ما فيش ترتيب، يعني ما فيش واحدة افضل من واحدة في حلقة النهاردة عشان احنا بنرتب في الحلقات اللي قبل كده، فتكون انتوا اتاخدتوا على كده ان كل الحلقات يعني ترتيب. هي زي ما احنا بنقول كده ما بتعديش ما بتفوتش، فاكرة كل حاجة ويعني فاكرة لك وشايلة لك قوي شايلة لك قوي اي حاجة اي حركة ممكن انت تعملها، اي نظرة مايعة سوري في اللفظ انت ممكن تبصها اي تبص لها فيها او تعملها، اي كلمة خايبة انت قلتها في حياتك بتعجب الرجل، بتعجب شريحة كبيرة من الرجال، وبيحس ان هي انثى يعتمد عليها ومميزة قوي وان هو معاه جوهرة. والنوع ده في الزمن اللي احنا بقينا فيه ده ما عادش كتير قوي، يعني من الانواع اللي هي نادرة، او من الانواع اللي هي مش نادرة بقى عشان نادرة دي يكاد يكون ما فيش، من الانواع صراحة اللي مش سهل ان انت تقابلها في حياتك بسهولة. يعني تالت نوع اللي هي المهتمية بنفسها،
اللي هي أنثى مهتمة بكل تفاصيلها وأدق أدق تفاصيلها، كل حاجة ما خفي وما ظهر وما بطن، كل حاجة ما بتسيبش حاجة. يعني أهم حاجة عندها الاهتمام بنفسها، بمظهرها، بشياكتها، بستايلها، بريحتها، بطريقتها. دي أنثى قاتلة، دباحة زي ما احنا بنقول، وملفتة جدا زيها زي أول نوع من البنات اللي احنا خدناه. أيضا بتكون يمكن الأنثى التقيلة لازم تتعامل معاها شوية وتقرب منها شوية عشان تهيم على وجهك يعني وتعجب بيها. ولكن النوع الأول والثالث اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي أنواع ملفتة، حتى ممكن قبل انت ما تتكلم معاها أو يكون في معاملة بينك وبينها، اللي هي تلاقي الشوز بتاعتها تلاقيها أنثى كده منمقة في نفسها بالفطرة كده، هي فاهمة، فاهمة ايه اللي يليق عليها وايه اللي ياكل عليها وايه اللي يمشي معاها وايه اللي يخليها واو قوي وايه اللي يخليها مميزة قوي. بتعرف، ما هو في واحدة تلاقي ممكن الحالة المادية مش قوي يعني على قدها، بس سبحان الله تلاقي دايما لبسها وستايلها وريحتها والتنمق، او ان هي انثى منمقه قوي وتلاقيها جذابه قوي ومهتمه بنفسها قوي ودايما حاجتها كده لبسها مكوي ومظبوط. وفي واحده تلاقي عندها مال قارون ومهما تلبس ما يبانش عليها، سبحان الله، هي موهبه كده وهي بالفطره كده. ولكن برضو الانثى المهتمه بنفسها ليها وضع آخر. دلوقتي بقى معانا النوع الرابع، حد توقع، حد في التعليقات كده وأنا بتكلم بيكتب لي في التعليقات أكتر 4 بنات يتوقع، أو أكتر أنواع من البنات يتوقع في حلقة النهاردة، اكتبوا عشان أنا بقرأ تعليقاتكم زي ما أنا قلت. الأنثى الخجولة اللي عندها الحياء بالفطرة، مش الحياء المتصنع، عشان في واحدة أو في بعض الإناث بتتصنع الحياء أو بتتصنع الخجل، فدي بتتفقس يعني، دي بتتعرف عاجلا أم آجلا. إنما الأنثى اللي هي عندها حياء ملفت، حياء وليس عدم ثقة في النفس، عشان ما نربطش بين ده وبين ده. خجل، وما أدراك ما الخجل، ده اتكتب في قصائد، قصائد شعرية، أو مش فاكر منها ولا بيت بصراحة ولا قصيدة، ولكن فاكر إن أنا سمعت أوي وقريت أوي قصائد عن الأنثى اللي هي بتتكحل بالخجل أو بتتزين بالخجل، حاجة زي كده. وكان في صديقة فيلسوفة لينا في التعليقات دايما بتكتب أبيات كده شعرية، فكانت كاتبة يعني حاجة زي كده، بس صراحة ما أناش فاكر، بس بشكرها، بتعمل جو كده للتعليقات ايه دايما. دول اكثر 4 انواع من البنات ملفتة وجاذبة ومميزة وقاتلة. دلوقتي بقى السؤال اللي انتم مستنيينه وانا هجاوبكم بصراحة، إيه بحب اكثر نوع؟ كلهم بصراحة يعني، انا بتكلم عن نفسي والحمل طماع عامة، انا بحب كلهم. ازاي؟ مع انه صعب وفي صفات عكس بعضها، بس هو كده. إيه لا صراحة غير منطقي طبعا. أنا يمكن أكتر حاجة إيه وصراحة والله تجذبني يعني النوع اللي هو الثالث، الأنثى اللي هي إيه مهتمة بنفسها، الستايل، الكاريزما، الحاجات، الشياكة. بصراحة يعني، بصراحة يعني إيه، شفت بنات كتير قوي، ولكن أكتر نوع ممكن أحس إن أنا مشدود ليه وحابب أتعرف عليه وحابب إن أنا أتكلم معاه وحابب إن هو يكون قريب مني صراحة، وإنتم عيلة واحدة، إحنا عيلة واحدة كلنا وأنا بتكلم معاكم بصراحة، هو النوع التالت إيه صراحة يعني. فاكتبوا لي بقى آراءكم في الحلقة دي إيه، وكل أنثى بصراحة تكون صادقة معانا وأنا اتعودت منكم على الصدق، تكتب لنا هي شايفة نفسها أكتر نوع من الأنواع دي بتميل لي إيه؟ يعني كل أنثى في التعليقات كده تكتب بقى، والله أنا حاسة إن أنا شخصيتي بي أو المحيطين بيقولوا لي، أو حبيبي اللي أنا مرتبطة بيه أو الجوزي بيقول لي إن أنت يعني شبه كده من خلال تعامله معايا وكلامه، وأنا بحس إن هو شايفني شبه النوع ده. ولو في أنثى نوع تاني غير الأربعة دول تكتب لنا برضو، ما فيش مشكلة يعني، احنا هنقرأ كل التعليقات وندردش كده مع بعض. عندنا قناتين تانيين على اليوتيوب، اسأل محمد وعيلته، بنحل فيها كل مشاكلكم، وهاتريك كورة للكورة، اللي يحب دايما بقول يشوفني أكتر من مرة في اليوم
ومش بيتضايق مني ويحب ان هو يتفاعل معايا، بننزل باستمرار حلقات على القنوات دي. اللي عايز يتواصل معايا شخصيا، وانا بعتذر لو حد بعت لي وانا متأخر في الرد عليه، الانستجرام والفيسبوك. الرابط دي لو انت على اليوتيوب ببساطة هتخش على وصف الفيديو هتلاقيها كلها. لو انت بقى على الفيسبوك ومالناش غير صفحة محمد ابو زيد على الفيسبوك كأي حد تاني نصاب، لو بتشوف فيديوهاتي عنده الغوا الاشتراك على طول. خش على التعليقات هتلاقيني كده كاتب تعليق فيه برضو كل الروابط دي. اشتركوا وانضموا، تشرفوني جدا وبحبكم جدا وهتوحشوني جدا.